دلوقتي جه ميعادنا مع جولة مفصلة عن أخبار الطقس. النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير لحضرتك أستاذة جمانة وعلى كل السادة المشاهدين، تحياتي لحضرتك. أهلاً بيك. أخبار الجو إيه النهاردة؟ يعني اليوم تحديدا يمكن نوهنا منذ الامس انه بدايه من اليوم هيكون في ارتفاع في درجات الحراره على كافه مناطق الجمهوريه، والارتفاع ده مستمر معانا على مدار ال 72 ساعه، يعني على مدار الخميس والجمعه والسبت، وذروه الارتفاع متوقع انها تكون يوم الجمعه. اليوم تحديدا العظمى المتوقعه على القاهره بنتوقعها في حدود ال 36 درجه مئويه بيتم قياسها في الظل، والارتفاع ده نوهنا انه سببه هو تأثرنا بكتل هوائية صحراوية مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا. مجموعة من العوامل مع بعضها مع أجواء مشمسة تماما هتكون هي السبب الرئيسي في ارتفاع درجات الحرارة. يمكن السواحل الشمالية الغربية لمصر زي مطروح واسكندرية بتشهد ارتفاع في درجات الحرارة منذ الأمس بشكل ملحوظ، ومستمر عليها كمان الارتفاع اليوم، يعني السواحل الشمالية معانا في هذا الارتفاع في درجات الحرارة، والأجواء هناك بتكون شديدة الحرارة خلال ساعات النهار. وكافة مناطق الجمهورية اليوم بتتأثر بهذا الارتفاع، وبتبدأ تعود مرة أخرى درجات الحرارة على جنوب الصعيد إلى حدود الـ 42 و 43 درجة مئوية. وزي ما أشرنا هو مستمر معانا حتى يوم السبت القادم، لكن الذروة هتكون غدا الجمعة اللي هتسجل عليها العظمى على القاهرة في حدود 37 درجة مئوية، لكن بداية من بكرة هتبدأ تنخفض درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية دونا عن باقي مناطق الجمهورية. يعني السواحل بكرة تبدأ تسجل ما بين 30 ل 31، في حين ان باقي مناطق الجمهورية هتظل فيها درجات الحرارة مرتفعة حتى يوم السبت القادم إن شاء الله. ده بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم تحديدا. كمان وخلال هذه الأيام تواصل تكون الشبورة المائية الخفيفة خلال ساعات الصباح الباكر على مناطق من شمال الجمهورية زي مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وكمان مدن القناة وبعض المناطق من شمال الصعيد. الرياح الفترة دي بتكون معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية سواء خلال ساعات النهار أو خلال ساعات الليل، لكن اليوم تحديدا في نشاط ملحوظ على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد وكمان محافظة الوادي الجديد. بتوصل هناك سرعات الرياح لأكثر من 40 كيلومتر على الساعة، وبالتالي متوقع معها اليوم إثارة للرمال والأتربة على مناطق سواء من شمال الصعيد أو جنوب سيناء أو حتى كمان محافظة الوادي الجديد. بالنسبة للرطوبة طيب يا دكتور؟ لا زالت مرتفعة طبعا، كلنا ملاحظين ارتفاع نسب الرطوبة خاصة خلال ساعات الليل. هي مش كبيرة أو مش بشكل كبير، يعني انخفضت بالنسبة للأيام اللي فاتت. بالضبط، مش زي فصل الصيف، مش زي ذروة فصل الصيف شهر 7 وشهر 8، لكنها بالفعل لا زالت مرتفعة بتوصل ل 80 بالليل على القاهرة وال 90% على محافظات ومدن الساحل الشمالي خاصة خلال ساعات الليل. علشان كده خلال ساعات الليل في الأماكن المغلقة زي داخل المنازل بنلاحظ بشكل كبير إن برغم إن درجات الحرارة ليست عالية بالشكل الكبير، لكن ارتفاع نسب الرطوبة بيجعل الأجواء خلال ساعات الليل خاصة في الأماكن المغلقة زي المنازل مائلة للحرارة، في حين انها ممكن تكون في المناطق المكشوفة او في خارج المنازل الاجواء قد تكون معتدلة خلال ساعات الليل. وبالنسبة لاحوال الملاحة يا دكتور؟ الملاحة البحرية طبعا خلال الفترة دي معتدلة تماما على البحر المتوسط، وارتفاعات الامواج بتوصل لحوالي 1.5 متر على اقصى تقدير. يمكن مساء الغد تحديدا ممكن ترتفع نسبيا الامواج على شواطئ البحر الاحمر، لكن مش هتصل لحد الاضطراب، ممكن توصل لحوالي 2 متر على بعض شواطئ البحر المتوسط. لكن البحر الاحمر خلال الفتره دي بعض شواطئ البحر الاحمر بتشهد ارتفاع في الامواج قد يصل الى 2.5 متر، وده بيجعلها مؤهلة لأعمال الصيد والملاحة البحرية، لكن ممكن 2.5 متر تكون غير مناسبة بالنسبة للمصيفين على شواطئ البحر الأحمر. علشان كده بننصحهم بتوخي الحذر التام واتباع تعليمات المسؤولين عن الشواطئ في البحر الأحمر.
يعني بشكل عام يا دكتور الثلاث ايام دول في ارتفاع طفيف في درجات الحراره وانخفاض ايضا تدريجي بالليل. بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده بالتفصيل في محافظات جمهورية مصر العربية. هنبدأ من القاهرة ودرجة الحرارة العظمى في القاهرة 36 والصغرى 27 درجة، العاصمة الإدارية 36 والصغرى 26 درجة، الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، درجة الحرارة في العلمين الجديدة العظمى 37 والصغرى 25 درجة. بالنسبة لمطروح درجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، دمياط 31-24، بورسعيد 32-24، الإسماعيلية 35-24. هنروح للسويس درجة الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، العريش درجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، كاترين درجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وطابة 33-26، أما حلايب فدرجة الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 28 درجة، شلاتين 38-27، شرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة، والغردقة درجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة. نروح مع حضراتكم كمان للفيوم، درجة الحرارة العظمى في الفيوم 37 درجة والصغرى 25 درجة، بني سويف 38-25، الوادي الجديد درجة الحرارة العظمى 40 درجة وهي من أعلى درجات الحرارة والصغرى 28 درجة، أسيوط درجة الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، سوهاج 40-27، إنا 40-27، الأقصر 40-27، وأسوان درجة الحرارة العظمى وهي الأعلى حتى الآن 41 درجة والصغرى 28 درجة. دي كانت درجات الحرارة بالتفصيل.